السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا أصدقاء؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم مع أحمد صالح بلقاء جديد في صناعة المحتوى عبر برنامج الباوربوينت. قبل ما نبدأ أصدقائي، لو تكرمتوا بلقاء اليوم أطلب منكم تكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات لأي استفسارات بتحبوا نحن من خلالها نحسن في جودة المحتوى المقدم لحضراتكم. وإذا كنت ضيف جديد على قناتنا اضغط مفتاح الاشتراك، بنتشرف فيك، وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد. أصدقائي، انطلب مني للعديد من التعليقات والمراسلات اللي اجتني عن كيفية صناعة الانتروهات للفيديوهات. انا كل فترة بغير الانترو الخاص، سواء كان من حيث التصميم او من حيث التقديم والعرض. باختصار، هذه الانتروهات هي عبارة عن مشاريع جاهزة، قوالب جاهزة، سواء كانت على برنامج ادوبي بريمير او ادوبي افتر افكت، فقط لا غير وباختصار. تمام، طيب، ما في مصدر ممكن أنا أقدم لكم إياه لحتى تستفادوا منه؟ طبعا في عندي مصدر اللي أنا بستند حقا عليه وبلجأ إلى كل الإضافات اللي أنا محتاجها في المونتاج، راح نعرف عليه اليوم. وجيه نجار من أفضل الأصدقاء وأجود الناس في تخصص ومجال، مشرف قناة دروس ميديا، راح تشوفوا رابط قناته في صندوق الوصف إن شاء الله، وأيضا راح تشوفوا بالعلامة البيضاء، فيكم تتوجهوا إلى قناته المختصة بالمونتاج على أدوبي أفتر إفكت وبرنامج أدوبي بريمير. بأحد الفيديوهات اللي قدمها راح أشرح لكم فكرة بسيطة عنه واستعرضها لحضراتكم الآن على الشاشة. طبعا هذه قناة دروس ميديا، بإمكانك توجه إلى تبويب الفيديوهات وراح تنزل أسفل شوي. الفيديو صار له شهرين أو ثلاثة على ما أعتقد، هذا هو الفيديو صار له بحدود ثلاثة أشهر فقط لا غير، 50 انترو في ملف واحد راح يقدم لك يا وجيه نجار. هذا الفيديو راح يكون موجود في صندوق الوصف إن شاء الله، ما راح أشرح تعب الرجال، تمام، وهو أصلا شارح بطريقة جميلة جدا ومستوفي كل شيء من معايير الشرح. كل شيء مطلوب منكم بتحميل هذه الملفات أنه يقسم لك إياها على 5 مجلدات، كل مجلد فيه 10 مشاريع، 5 × 10 بيطلع معي 50 مشروع، كل مجلد يخص بانترو معين، انترو بشكل بقالب معين. بنت بتفوت عليه على هذا المشروع، بعد ما تشغله بتعدل فقط التكست الموجود والصورة الخاصة باللوجو وبتصدر المشروع. مو مطلوب منك أي تعليمات ولا أي مهارة في برنامج أدوبي بريمير، وهو أصلاً شارح لك كل هذه العمليات. خلينا نتوجه إلى برنامجنا الباوربوينت ونبدأ باستعراض فكرتنا اليوم، كيف أنا ممكن أني أنشئ مقطع فيديو بيتكلم عن سلايد شو لصوريات، كيف أعمل ألبوم صور فوتوغرافي على برنامجنا الباوربوينت، وكيف يكون في بداية هذا الفيديو أحد الانتروهات اللي راح تعملوها وتجهزوها من قناة الرائع وجيه نجار. يلا حتى نبدأ مباشرة في برنامج الباوربوينت. بعد ما شغلنا برنامج الباوربوينت يا أصدقاء وأنت موجود بسلايد فارغ، يعني لسه عندنا الشريحة فارغة 100%، خلني فقط أنا بس أغير اللون الأسود، يعني الخلفية عندي يكون باللون الأسود. لو توجهنا إلى قائمة الإدراج مثل ما أنا شايفين بإدراج، في عندي شيء اسمه هون ألبوم صور فوتوغرافية، راح أختار ألبوم صور فوتوغرافية. عم بيسألني أول سؤال، حدد مكان الصور اللي بدنا ننشئ منه ألبوم، فرح أحدد المصدر اللي هو مثلا سطح المكتب، وعندي بعض الصوريات خلني أنا أستخدمهم، يعني أنا ما اعتنيت بصراحة موضوع الصور كتير، أي صوريات موجودة خلني أشتغل عليها، وليكن على سبيل المثال هاي الصوريات، تمام. طيب، ثم أنقر على مفتاح الإدراج ليتم إدراج الصوريات. راح أحدد كل الصور اللي أنا بدي تظهر بالألبوم، تمام؟ في عندي أمر موجود اسمه كافة الصور بالأسود والأبيض، إذا حبيت أن تفعل الخيار فكل الصور راح ينعرضوا معك بالأسود والأبيض، تمام. عندي هون شيء اسمه تخطيط الصور، فيني أنزل عندهم أحط مثلا صورة بكل سلايد أو بكل شريحة، صورتين بكل شريحة، 4 صور بكل شريحة، تمام. مثلا عندي صورتين مع عنوان أو صورة مع عنوان، فيك تختار بدك إياه. أنا خلني أختار صورتين، اما العنوان راح نشتغله، يعني نعمله انيميشن من عنا من مهاراتنا اللي نحن استفدنا منها في برنامج الباوربوينت من دروس السابقه ان شاء الله، راح نطبق نفس التاثير اليوم، تمام. شكل الاطار اللي انا بحتاج ارغب يكون للصوره، فعندنا مجموعه اطارات، مثلا عندي مثلا مركب اسود، عندك هون نافذه المعاينه طبعا، تمام، بسيط، مثلا عندك ذو ظل اذا كان في له شادو او ظل هون، تمام، مستطيل ناعم، يعني انت فيك تختار اي شكل تستعرض فيه اطار او حواف الصور. خلني اختار على سبيل المثال مركب اسود، تمام.
في هون عندك شيء اسمه تنسيقات جاهزة للشرائح، هي التنسيقات النورمال اللي بنشوفها في برنامج الباوربوينت، ما راح نقرب عليها اليوم، لكن انت اذا حبيت بتفتح استعراض وبتختار اي قالب من هدول القوالب. انا راح انقر على مفتاح الانشاء لحتى يبدا برنامج الباوربوينت بتشكيل البوم الصور الفوتوغرافيه الخاصه فيني. الشريحه الاولى كانت هي العنوان البوم صور فوتوغرافيه بواسطه احمد صالح، وراح نشوف الشريحه الثانيه والشريحه الثالثه والرابعه كيف تم سرد الصوريات. طيب انا بالشريحه الاخيره راح احذفها كونه هي صوره مفرده صارت، راح استخدم فقط هذا النطاق. راح اجي للشريحه الاولى، تمام، النصوص الموجوده راح اقوم بحذفها. راح نبدا بشريحه رقم واحد بادراج شو الانترو يلي قلنا لكم او اتفقنا عليه انكم راح تشتغلوا عليه من قناه المبدع وجه نجار. خلني اتوجه الى ادراج ومن فيديو، نحن الان بنجيب الفيديو اللي نحن منجهزينه. خلني اتوجه الى سطح المكتب وانا كنت عامل الانترو اللي انا مستخدمه، هذا هو. راح انقل على ادراج لحتى يكون معي الانترو بملء الشريحه، تمام بالضبط، بس انا اتاكد انه هو شو ملء الشريحه بالضبط. الان احنا لو شغلنا هذا هو الانترو اللي انا محتاج اني ادخله كمدخل للشريحه للعرض التقديمي بالعموم او للبوم الصور الفوتوغرافيه بالعموم. الفكره هون انه انا بدي لما ينتهي هذا الانترو من عرض المده الزمنيه الخاصه فيه يتوجه تلقائيا الى الشريحه التاليه، تقدم يكون عندي ايام تلقائي. خلني اتفق معكم اني اعمل التقدم تلقائي لكل الشرائح، لكن عندي الشريحه الاولى التقدم تلقائي فيها راح يكون بمده زمنيه مختلفه. لتحديد المده الزمنيه لانتهاء الانترو ومن ثم الانتقال الى الشريحه التاليه، لاحظ معي انقر باليمين على مقطع الفيديو وبتوجه الى اقتطاع، تمام؟ هيدي المده الزمنيه يلي راح ينعرض فيها الانترو او الفيديو بشكل كامل بالشريحه الاولى. بختار النسخ لهيدي المده الزمنيه، تمام؟ وبتوجه الى قائمه الانتقالات. بيكون مفعل عندي عند النقر بالماوس، بنشيل التفعيل عنه، بنفعل بعد وبضع هون القيمة اللي أنا نسختها من مدة زمنية لعرض الانترو بالضبط، لأن كل انترو رح يكون المدة الزمنية مختلفة عن الثانية، فبس اللي انقضت معاي هيدي المدة يعمل انتقال تلقائي إلى الشريحة التالية. وخلني أختار نمط وليكن دلاشي مثلا، تمام يا أصدقائي، فقط لا غير، بس انتهى هذا الانترو رح يتقدم إلى الشريحة رقم 2، تمام. الآن عندي هدول الشرائح البقية رح حدهم كلياتهم، بنختار كمان تلاشي وبنختار أيضا يكون مثلا بعد 5 أو 6 ثانية، على سبيل المثال بعد 6 ثانية يتم الانتقال بين بعضهم من شريحة إلى الثانية. الفكرة الآن أنه أنا بالشريحة رقم 2 بدي أبدأ بوضع تايتل أو نصوص، لكن يكون عندي إياه بحركة جميلة. خلني أتوجه إلى إدراج وبنختار مربع نص وبنكتب باللون الابيض، هذا اللون الابيض عندي هون، واحول لغه انجليزيه ونكتب التايتل وليكن هذا عنوان اول مثلا، خلي يكون توسيط، وما راح انسق موضوع كثير، راح اهتم موضوع الحركات فقط لا غير. بمعنى الشريحه هيدي لها عنوان والشريحه الثانيه، او عفوا الصوره الاولى لها عنوان والصوره الثانيه لها عنوان، بمعنى لما يتم الدخول على الشريحه انا بحتاج يكون في عندي حركات لهيدي النصوص لما تستدل فيها على عناوين الصوريات بكل شريحة. فخلني أختار مثلا هذا النص الأول والنص الثاني، أنا محتاج يكون العنوان الأول هون والعنوان الثاني هون. أجي لعنوان الأول أصدقائي، أنا محتاج يكون النص خارج للشريحة أو السلايد لما يبدأ الدخول يبدأ معي بحركة. كون الصورة هي على اليمين فأنا رح أحرك هذا النص إلى اليسار يكون عندي إياه هون، وبتوجه إلى الحركات ونختار منها خطوط، ومن خيارات تأثير بجعل الحركة إلى اليمين بحيث النص يكون متحرك إلى اليمين. نقطة النهاية أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب، وفي المكان اللي أنا بدي أموضع فيه النص وليكن عندي إياه بهذا المكان فقط لا غير، تمام يا أصدقائي. رح نفعل جزء الحركة، تمام، وبحتاج يكون عندي إياه مع السابق، تمام، وبنفوت إلى خيارات التأثير وثب إلى النهاية. نقطة جدا هامة رح خليها مثلا عندي اياها هون مثلا، وصب الى النهايه تكون عندي اياها بمقدار 1 ثانية، تمام. طيب وصب عند النهايه وبدا متجانس، ما عندي مشكله فيها اطلاقا، وبنعمل عكس تلقائي، يعني ان النص لما يطلع او يظهر يبدا بالدخول يعمل الحركه ويدل لي على الصوره العنوان عليها ويرد يخرج قبل ما يتم انتقال للشريحه يلي بعدها. اما موضوع التوقيت بختار السرعه اللي انا بفضلها، خلنا نتركها على متوسط ونشوف التأثير كيف راح يكون معنا.
لما راح نشغل راح يكون الارتداد والدخول بهذا الشكل ومن ثم الخروج. لكن النص يعني يا دوب القراءه فلهيك انا السرعه راح نعملها بطيء شوي وبنشغل الان راح نشوف هذه الجماليين ولما ننتهى برد كمان بالرجوع. طيب نفس المبدا خلني احذف التايتل اللي تحتاني تمام وصغر شريحتنا شوي. هذا التايتل باخذ منه كنترول زائد دي نسخه ثانيه وبسحبه على الجهه لهون، لكن انا محتاج حركته تكون لليسار. لوين تكون لليسار؟ فبجي لخيار التاثير وبنعمل حركه لوين؟ لليسار. طيب وبجي نقطه النهايه نفس المبدا وبنقر مع السحب لحتى يكون معاي النص يصل على هيدي النقطه بالذات. نفس المبدا نجي الى خيارات التاثير، خيارات التاثير وبنختار وصل الى النهايه بمقدار واحد، هذه مقدار واحد. وموضوع التوقيت انا بختار عندي اياه السرعه بطيء ونقول له موافق، ويكون ايضا الحركه مع السابق. فالان نحن لو شغلنا الشريحه او شغلنا عرض تقديمي راح نشوف النصين تحركوا معي بهيدي الجماليه، فينا نطبق نفس التاثيرات على كل السلايدات تمام او كل الصوريات. الفكره انه انا ما بدي اطول معكم الفيديو كثير، عم بعطيكم مفاتيح الرئيسيه والرئيسيه. طيب راح اتوجه الان للشريحه رقم 2، ركز معي الشريحه رقم 2، اتوجه الى ادراج ومن صوت رح نستدعي صوت من على الكمبيوتر. انا كنت مجهز ملف صوتي لحتى يكون ممتد على كل الشرائح اللي انا بقدم فيها الصوريات. الصوت موجود معي بهذا المكان، هذه هي الموسيقى اللي انا كنت استخدمها في عرض الفيديو استديو حكاية شغف تمام. طيب هذا عرض الصوت اسحبه للخلف او لخارج نطاق العمل، انقر باليمين وبجعل النمط فيه تشغيل بالخلفية تمام، بمعنى يكون عندي تشغيل تلقائي. وبنشوف بالخيارات انه هذا الصوت رح يكون ممتد على عبر الشرائح، يعني ممتد على اكثر من شريحة. فخلنا نشوف الان عرض تقديمي كامل كيف صار معنا من الشريحة رقم واحد ونبدأ بالتشغيل. شفنا أصدقائي بنفس الطريقة أنت فيك تستخدم التايتل يعني النص اللي هون، فيني أحدد عليه لحتى ما أعيد مرة ثانية وثالثة ورابعة، أختار كنترول زائد سي وبجي لهون كنترول زائد في ونفس المبدأ كنترول زائد في ونفس المبدأ كنترول زائد في، وصار عندك قالب لعرض النصوص. كل ما هو عليك أنك تغير فقط العنوان كل صورة بموقعها بمكانها فقط لا غير. الآن الفكرة كيف ممكن الآن أني أطلع مقطع فيديو جاهز لكل شيء أنا اشتغلته تمام، الصوريات مع حركات مع الصوت مع الانترو. بتوجه مباشرة إلى قائمة ملف وبتوجه إلى تصدير وبختار إنشاء فيديو. شو بختار؟ إنشاء فيديو، وبختار من هون الجودة أو الدقة اللي أنا محتاج إني أنا أخرج لألا مقطع الفيديو، وبنختار عالي الدقة اللي هو أفضل دقة أنا بنصحكم فيها هي دقة الـ HD، وأنقر على إنشاء فيديو. راح أختار مسار واللي يكون سطح المكتب ونكتب اسم للفيديو وأنقر على مفتاح الحفظ. بأسفل الشاشة هو راح يعطيني عداد اثناء يعني معالجه الفيديو وتخريجه لمده زمنيه، راح اترقب فقط هذا التحميل ينتهي وبيكون تصدر معي فيديو واصبح جاهز للاستخدام، وراح نشوفه الان مباشره بعد ما ينتهي معي من المعالجه. بعد ما انتهى من معالجه الفيديو وتصديره خلني اتوجه الى سطح المكتب وخلنا نشوف الملف الموجود، هذا هو الملف وراح نشغله ونشوف المقطع كامل مع بعض. أصدقائي كيف نحن طلعنا مقطع فيديو من ألبوم صور فوتوغرافي عبر برنامج الباوربوينت، وكيف استعنا بالقوالب الجاهزة في أدوبي بريمير لحتى نطلع يعني انترو احترافي لأي موضوع أنا بحب أن أتكلم عنه، سواء كنت مرشف قناة أو ماني مرشف قناة. سوي لوجو هوية بصرية باسمك، كنت معلم أو مدرب أو مدرس أو ملقي لأي فكرة معينة. أتمنى إن شاء الله هذا المحتوى نال إعجابكم، وأتمنى أكون قدمت فيه قيمة جميلة جدا لكم.
لا تنسوا توجهوا أحباب القلب إلى قناة الغالي وجه نجار. بصراحة كل شيء حد بيشتغل على برامج أدوبي بريمير أو أفتر إفكت هو محتاج هذه الأدوات، وأنا أحد الأشخاص اللي أنا بلجأ فعلا إلى الأدوات اللي بيقدمها عزيزي الغالي وجه نجار. لك مني تحية طيبة يا وجيه، وأتمنى أشوفكم على خير إن شاء الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.